السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة. النهاردة إحنا مش هنتناول منهج دراسي، ولكن هنتكلم بوجه عام عن علم. هذا العلم يتصل باتصال وثيق بحياتنا اليومية، يعني حضرتك بتتعامل معاه خلال ال 24 ساعة في اليوم، حضرتك والأسرة وأصدقائك والناس اللي تعرفهم والناس اللي ما تعرفهمش. النهاردة هنتكلم عن علم الفيزياء. علم الفيزياء أو كلمة فيزياء معناها علم الطبيعة أو علم دراسة الطبيعة. الطبيعة حوالينا الفيزياء بتقول إنها بتتكون من مجموعة من المواد والطاقة، ومجال علم الفيزياء في دراسة المادة والطاقة. بالإضافة لده، الفيزياء وضحت لنا تفسيرات كتيرة جدا لبعض الظواهر اللي بتحصل حوالينا. زي ايه؟ زي سكة اللي يروح ما يرجعش، مثلث برمودا اللي بتدخل فيه الطيارات او الغواصات او المراكب، واللي يدخل ما بيعرفوش طريقه مرة تانية، وتطلع اساطير وتطلع خزعبلات عن الموضوع، لكن الفيزياء تيجي وتوضحها لنا. زي حفرة النار اللي روسيا ولعتها من 40 سنة ولغاية دلوقتي مش عايزة تطفي، ايه سببها؟ زي ليه ماما بتظهر الغسيل الابيض؟ الفيزياء بتوضح لك او بتوري لك تفسير ليها. تعاقب الليل والنهار، حضرتك تعرف ان في مكان على الارض فيه 6 شهور نهار وست شهور ليل، وايه السبب في هذه الظاهرة؟ حاجات كتيرة جدا وتفسيرات كتيرة هنتناولها في حلقتنا النهاردة، ونحط لها او نشوف العلم فسرها تفسير سليم ازاي. لما جيت اعد الحلقة قلت انا عايزة ابدأ اتكلم عن الفيزياء، يا ترى هبدأ من ايه؟ من اول نظرية النجم العظيم وانفجاره وتكوين الكواكب والمجموعات الشمسية، المجموعة الشمسية، ولا هتكلم من بداية نشأة الأرض وبرودة القشرة الخارجية وتصلبها بينما الداخل منصهر، ولا أبدأ الفيزياء منين؟ لقيت إن أبسط حاجة أوصل بيها لبداية الفيزياء هو حضرتك. الفيزياء معاك أو علاقة الفيزياء بحضرتك إيه؟ لو أنا خدت يومي من أول حضرتك ما بتفتح عينك الصبح، بصوا الكلمتين دول على بساطتهم، تفتح عينك الصبح، كل كلمة منهم ممكن نعمل عليها حلقة. بفتح عيني يعني بشوف، الإبصار، تركيب العين، ألاقي فيه عدسة جوه العين، فيه أشعة ضوئية بتتجمع على الشبكية بقدر أشوف، اتكونت قدام الشبكية هيبقى فيه قصر نظر، ورا الشبكية طول نظر، وده بيفرق واحد من التاني، واحد نظره كويس وواحد بيحتاج تصحيح ابصار، وتصحيح ابصار يا اما بعملية او باستخدام النظارة، والنظارة عدسات، والعدسات يعني فيزياء. نيجي للكلمة التانية، دي مجالها طويل. الكلمة التانية النهار، حضرتك لما بتفتح عينك بتشوف الضوء، بتشوف ان النهار طلع. ايه اللي بيخلي حضرتك عندك نهار وجزء تاني عنده في نفس التوقيت الليل؟ الفيزياء قالت ان الكرة الارضية بتدور حول محورها كل 24 ساعة. الجزء من الكرة الارضية اللي مواجه للشمس هو اللي بيظهر عنده منطقة النهار، بينما الجزء البعيد بتظهر فيه منطقة الليل. خلال 24 ساعة اللي الكرة الارضية بتلف حوالين المحور بتاعها، الجزء اللي مواجه الشمس بيبدأ يدور، والجزء اللي بعيد عن الشمس بيبدأ يواجه الشمس، فتحته ظاهرة النهار والليل. نسبنا من الموضوع ده، خلينا اديك صحيح. اول ما بتصحى هتدخل تتشطف، هتدخل الحمام، هفتح صنبور الميه. لو انا في الشتاء وحطيت ايدي احس بالبروده، احس الميه ساقعه متلجه. ليه؟ درجه الصنبور دي درجه حراره الغرفه، والفيزياء بتقول ان حضرتك درجه حرارتك 37. ممكن ابقى في الشتاء درجه الحراره 20، حضرتك درجه حرارتك 37، تتسحب الحرارة من ايدك، لان الفيزياء بتقول ان الحرارة تنتقل من اعلى درجة الى الاقل درجة حتى تتساوى درجة الجسمين. هتحس ان الحرارة بتتسحب من ايدك، وبالتالي هتشعر ببرودة المية. ساعتها هتعمل ايه؟ هتروح تولع السخان. بالظبط كده، السخان فيزياء. ما هو لو كان سخان كهرباء يبقى انا هحول الطاقة الكهربية لطاقة حرارية عشان تدفي المية لسيادتك. طيب في الصيف بيحدث عكس كده، بحط ايدي تحت الحنفيه ممكن الاقي يقول لك الميه نازله من الحنفيه سخن. ليه؟ برضو بنفس التفسير، درجه حراره الجو 39 40 هتبقى نفس درجه حراره الميه، وحضرتك ساعتها هتكون الاقل درجه حراره.
خلاص خرجنا من الحمام نروح جري، نعمل ايه؟ نعمل كوبايه نسكافيه، نعمل كوبايه شاي عشان افوق. هتقول لي ان كوبايه الشاي دي رخره فيزياء؟ ايوه فيزياء، كوبايه الشاي دي نظام قائم بذاته. عشان تعملها هتعمل ايه؟ هتروح للكاتل، يبقى انا كده برضه هوزع او احول الطاقه الكهربيه لطاقه حراريه علشان اغلي الميه. اغلي الميه، اغلي الميه يعني في درجه لغليان الميه. ايوه الفيزياء قالت ان درجه غليان الميه 100. لما اجي احط على النار كوب فيه ميه، مقدار كوب من الماء ومقدار كوب من الزيت، مين فيهم يسخن الاول؟ الميه هتغلي عند درجه 100 ومحتاجه كميه حراره كبيره عشان تخليها تغلي اكتر من الكميه اللي محتاجها الزيت، وده اسمه الحراره النوعيه، عشان الفيزياء قالت ان كل ماده ليها حراره. ايه موضوع الدينامو؟ برضو احد نتاجات الفيزياء اللي بيحول لي الطاقه الحركيه لطاقه كهربيه. ممكن الكهرباء تتقطع في اي وقت، الاقي المستشفيات فيها المولد الجنريتور الخاص بتاعها علشان خاطر لو انا بعمل عمليه ما تقدرش الاجهزه بتاعت القلب او مع المريض، او انا فاتح بطن المريض ينقطع التيار الكهربي لاي سبب من الاسباب، فبيبقى عندهم حاجه اسمها مولد طوارئ. اذا حدث لا قدر الله اي انقطاع في المنطقه، المستشفى بتولد الكهرباء ازاي؟ مغناطيس، في خطوط مغناطيسيه وفيض مغناطيسي، سلك بيلف وبيقطع خطوط الفيض المغناطيسي يتولد كهرباء، ما هي فيزياء. يبقى حياتنا كلها فيها فيزياء. وصلنا الشغل، استخدمت حضرتك الآلة الحاسبة، استخدمت الكمبيوتر، رفعت سماعة التليفون واستخدمت الموبايل بتاعك، فيزياء. انتقال الصوت فيزياء، ذبذبات الصوت وطرق انتقالها فيزياء. المجال كبير جدا، كبير قوي، والفيزياء متغلغلة معانا. ده ما كانش نتاج يوم وليلة، ده نتاج يعني دراسات كثير من العلماء. العالم دوت اللي بيبدأ يشوف ملاحظة ويبدأ يحط نظرية، نظريته دي ممكن تبقى صح أو تبقى غلط طبقا لأدوات القياس اللي موجودة أو متاحة في عصره. وكل ما العلم بيتقدم بنكتشف إن بعض النظريات فاشلة أو العلم بيأكد صحة هذه النظرية. مجموعة من العلماء اللي أسهموا بجهودهم عشان خاطر يوصل لك في النهاية إن حضرتك تحط الكاتل فتعمل كوباية الشاي. وسائل المواصلات اللي أنت بتتحرك بيها، لو أنت فاكر كده في أفلام الستينات كان في حاجة اسمها القطر اللي هو بيطلع دخان، القاطرة البخارية اللي كانت بتشد القطر لفترات طويلة قبل ما يخترعوا القطارات الحديثة. كانت فكرتها ايه؟ احد العلماء بيعمل كوبايه شاي على السبرتايه كده، ولما الميه بدات تغلي بدا الغطا يتحرك، اكتشف قوه البخار. هي عمليه انه بيلاحظ حاجه وبيحاول يوجد لها تفسير، وبعد ما بيفسرها بيدخلها في حيز افاده الانسان. اذا الفيزياء مرتبطه بينا، مش شرط ان مجرد ابني بيدرسها في المدرسه، طالب الثانوي العام يعني يا دوبك يمتحنها ويرميها وراه، طالب الثانوي الصناعي يقول انا ليه بدرس فيزياء. الفيزياء هي حاضرنا ومستقبلنا وبتتنبئ لينا او بتفسر لنا ظواهر كتير زي اللي قلنا عليها. طيب تعالوا نشوف الفيزياء فسرت لنا ايه دلوقتي. لو انا بصيت كده حضرتك معايا، انا عندي اليوم بتاعي او الفيزياء بتاعتي في الحياة. الفيزياء في علاقتها بحياتنا زي ما هنشوف على الشاشة دلوقتي، حضرتك مجرد ما بتمسك كوب من المشروب اي حاجة سخنة بجد ان هو بيتصاعد منه ابخرة وبتنتقل الى ايديا درجة حرارة. الحرارة دي بتشعرني بالدفء. ليه؟ عشان الحرارة انتقلت من الكوب الى ايديا زي ما احنا شايفين كده. طب حضرتك لو رحت المصيف ومشيت على الرملة، بتحس ان الرملة عندي سخنة، لو حطيت رجلك في قلب المية هتلاقي ان المية باردة، ويمكن لو انت بعدت كده شوية في قلب الرملة تلاقي نفسك مش قادر تحط رجليك على الرملة. ليه؟ لأن الرملة هنا كمادة بتسخن من أشعة الشمس بصورة أعلى من اللي بتسخن بيها مية البحر،
وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، لان اجسام الكائنات الحيه اغلبيتها ميه او معظمها ميه. فتخيل لو الميه بتاعت جسمك ديت بتبدا تتاثر بدرجه الحراره الخارجيه وتبدا انها تتبخر مثلا او ترفع درجه حراره الجسم، دي ممكن تبوظ الاجهزه. اذا الميه بتحتاج لكميه من الحراره كبيره جدا عشان ترتفع. نتيجه تسلط الشمس على الرمله زي ما هنشوف معانا دلوقتي في الفيديو، بترتفع درجه حرارتها بصوره اقل من الرمل. الرمل بيسخن، فالضغط اللي بيبقى فوقيه بيبقى ضغط منخفض، بينما الضغط فوق سطح الميه بيكون ضغط مرتفع، وبالتالي انا بحس بدرجه الحراره العاليه. تعالوا نشوف كده مع بعضينا. ادي كوبايه المشروب بتاعي وايديا بتنتقل ليها الحراره. زي ما احنا شايفين كده في ابخره طالعه. ايه اللي بيخلي السائل يتحول من الحاله السائله داخل الكوب ويصبح بخار بالشكل ده؟ الفيزياء بتقول لي ان انا لو عندي سائل واديت له حراره، هذه الحراره اكسبت الجزيئات بتاعتي طاقه، بتبدا تسيب الاناء وتخرج. طب العكس، لو انا جبت قطعه من التلج وحطيتها في كوب فبتبدا تنصهر. يعني اذا بتتحول من الحاله الصلبه باستخدام الحراره الى حاله سائله. طبق دوت على كل الصناعات زي الحديد وزي الالومنيا وعمليه التشكيلات بتاعتنا. طب يعني الفيزياء مرتبطه بحياتنا، سواء انا بستخدم التليفون المحمول او اني انا بستخدم ادوات الابصار زي النظاره الطبيه، وكمان وانا بطلع السلالم وعرفنا ان لما بطلع بحس بمجهود اكبر وعرفنا ايه السبب، كمان اجهزه الكمبيوتر اللي انا بستخدمها في شغلي والحواسب الاليه، كل ده يعتبر فيزياء. حنفيه الميه لو انا كنت في الشتاء هحس ببروده كبيره جدا منها، هيها نفس الحنفيه اللي لو جيت في الحر هحس ان الميه نازله منها سخنه. وعرفنا ان الفيزياء قالت ان الحراره تنتقل من الاعلى درجه حراره الى الاقل درجه حراره. هنتكلم على بعض التفسيرات الفيزيقيه. تعالوا معايا كده ونشوف هبوب نسيم البحر. كنا بنقول حضرتك قاعد على البحر، اللي بيحصل انك انت بيهب عليك نسيم او هواء من البحر. لو انت ماشي على الرمله بتحس ان الرمله عندي سخنه واسخن مما لو حطيت رجلي في قلب الميه. ايه تفسير ده؟ التفسير اللي بتقدمه الفيزياء بتقول ان الشمس بتبعت لنا حراره، الحراره دي عاليه جدا بتسبب سخونه حبيبات الرمل بصوره اكبر من الميه. الرمل هيسخن، الضغط عنده هيقل، بينما الضغط فوق سطح الماء هيرتفع، وبالتالي الهواء هيهب من الميه للرمل، بالاضافه لان الميه بتبقى محتاجه كميه حراره كبيره جدا علشان خاطر ترتفع درجه حرارتها عكس الرمل اللي ممكن اقل درجه حراره ممكن تخليه يبدا يسخن. موضوع انتقال الحرارة من الأعلى درجة حرارة للأقل درجة حرارة، لو أنا عندي جسم سخن وجسم بارد الحرارة بتبدأ تنتقل من الأعلى إلى الأقل، ودي بتفسر إن لو أنت عندك في أطفال في البيت تلاقي الوالدة بتجيب الببرونة مثلا السخنة بعد ما بتغلي المية وتحط فيها اللبن أو الأعشاب وتبدأ تحطها في إناء آخر في مية أو بتفتح عليها الحنفية. في الحالة دي الإناء اللي بتحط فيه مية لو أنا حطيت إيدي فيه هلاقي إن المية سخنت، يعني اكتسبت الحرارة من الببرونة لغاية ما تصل درجة حرارة الببرونة إلى درجة منخفضة. يقدر الأتوبيس، مين فينا ركب الأتوبيس وأول ما كان واقف كده وبدأ الأتوبيس يتحرك رجع لورا؟ دي حركة بتحصل لينا كلنا، لكن إيه سببها؟ الفيزياء قالت أنا هفسر لك. في حاجة اسمها القصور الذاتي. الأجسام بتميل للاحتفاظ بحالتها من حالة السكون أو الحركة، يعني الجسم الساكن عايز يفضل ساكن، حضرتك واقف واخد حالة السكون اللي هي بتاع الأتوبيس. هيبدأ الأتوبيس في الحركة، الأقدام هتدفع إلى الأمام، بينما باقي جسمك عايز يحتفظ بحالته من حالة السكون اللي هو كان عليها، وبالتالي رجل حضرتك هتمشي مع الأتوبيس بينما باقي جسمك يظل للخلف، فتبدو كما لو كان باقي جسمك هو اللي بيرجع إلى الخلف. طيب لو العكس بقى، لو حضرتك الاتوبيس ماشي وفجأة فرمل كلنا بنتحرك الى الامام، الفيزياء فسرت ده؟ ايوه فسرت ده. ازاي؟ نفس الفكرة، القصور الذاتي.
حضرتك هتكتسب حركة الأتوبيس بما إن الأتوبيس ماشي. ما هو حضرتك هتخرج من المحطة، حضرتك هتمشي مع الأتوبيس، جسمك مكتسب الحركة، ده اتجاه حركة الأتوبيس، جسمك واخد نفس الحركة إلى الأمام. أول ما الأتوبيس بيقف قدمك بتتوقف عن الحركة. طب توقفت عن الحركة، إيه اللي هيحصل؟ باقي جسمك هيظل مندفع إلى الأمام عشان خاطر يحتفظ بيه حالته من حالة الإيه؟ من حالة الحركة. يبقى إذن الفيزياء فسرت لي فكرة الحركة بتاعت الأمام والخلف. حفرة النار أو ما يسمونه بوابة جهنم، هذه النيران المشتعلة قدامك دي بقالها 40 سنة مشتعلة بنفس هذا الشكل. الناس بيقولوا دي بوابة الجحيم، دي بوابة جهنم، وتطلع قصص وأساطير عليها. لكن الحقيقة العلمية بتقول إيه؟ الروس كانوا بيعملوا عملية تنقيب في هذه المنطقة، المنطقة دي تقع في شمال تركمستان، وفجأة حفروا في منطقة خطأ ففتحوا كهف تحت الأرض يحتوي على غاز الميثان، بدأ الغاز يتسرب. المهندسين قال لك الحق يا عم القرى حوالينا والغاز يتسرب لها وتحصل انفجارات، ففكروا فكرة بسيطة قوي انهم يشعلوا شوية الغاز اللي طالع، لكن ما كانوش عارفين ان حجم الكهف فيه كمية من غاز الميثان ظلت مشتعلة الى وقتنا هذا، ما زالت لغاية دلوقتي النيران دي مشتعلة بقالها 40 سنة نتيجة تصاعد غاز الميثان. يبقى الفيزياء هنا فسرت لي ولا بوابة جحيم ولا في جحيم تحت الأرض ولا الكلام ده، ده عبارة عن غاز، هذا الغاز سريع الاشتعال. المهندسين عشان قالوا شوية غاز كده نولع فيهم ويبقى احنا ضامنين النيران في حتة واحدة بدل ما تنتشر وتبهدل الدنيا، لكن في الحالة دي انا خليني يا عم ايه زي ما انا وولع فيهم، ولكن الأمر استمر. الفيزياء والقياس، ويمكن دي من اكتر الحاجات اللي جدودنا بيستعملوها ومحدش خطر في باله انها فيزياء. لو انا جه عندي شخص عايز اقيس الطول بتاعه وانا بتكلم على الطول بستخدم وحدة اسمها المتر، الشخص ده 1.60 متر، 1.70 متر، 1.5 متر، بستخدم وحدة المتر. نفس الفكرة لو انا جيت اقول انا عايز اطوال، مثلا رايح اجيب قماش افصل بنطلون او افصل جيبة، بروح اقول للراجل اديني 1.5 متر، 1.25 متر على حسب، يبقى وحدة القياس عندي هي الايه؟ هي المتر لما اكون بقيس الطول. طب حضرتك بقى لو راح تشتري خضروات طماطم مثلا، هتروحي للراجل تقولي له اديني 2 متر قوطة؟ لا، ما بيحصلش. انا هنا بتكلم على الكتل، الكتل بتقاس بوحدة اسمها الكيلو او الكيلو جرام. هو ده فيزياء؟ ايوه فيزياء، واتعمل مؤتمر كمان كبير جدا في مدينة بالقرب من باريس عشان خاطر يضعوا وحدات للقياس، واحدة وثابتة عشان خاطر تبقى حاجة ستاندر. يعني انا لو انا عامل مصنع واستوردت مثلا اجهزة، هل الجهاز بتاعي دوت المكنة طولها وعرضها كذا وانا عملت المصنع بتاعي، هجيب المكنة واجي اركبها ما تركبش عندي واقول اصل المتر بتاع امريكا مش زي المتر بتاع مصر، او المتر بتاع جنوب افريقيا مش زي المتر بتاع اليابان؟ طبعا ده حاجة ستاندر والعلماء حسبوها بدقة شديدة جدا ووضعوا كثير من التعريف لغاية ما حددوا فكرة الكيلو جرام او المتر، وقعدوا يقيسوا بدقة شديدة وحملوا وحدات عيارية انا بقدر استعملها في عمليات القياس. اذا انا اي حاجة بقيسها في حياتي دي فيزياء. طيب والكيلو جرام؟ ايوه، حضرتك لو رحت جبت اي حاجة من اي سوبر ماركت او بائع متجول في السوق مثلا، بتلاقيه بيحط سنجة، السنجة دي عبارة عن كتلة من الحديد، الكتلة دي بالظبط ليها أبعاد محددة وليها كتلة محددة زيها بالظبط زي اللي قاسها العلماء، بس العلماء إيه؟ يعني كانوا عاملينها في سبيكة من البلاتين والإيريديوم، لكن إحنا عاملين نفس الكتلة ونفس الشكل ولكن من الحديد. يبقى إذا الفيزياء متغلغلة قد كده في حياتنا جدا 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 جدا، ويمكن لو أنت سألت جدك وجدتك إحنا بنقيس بالطول بكام وبإيه؟ هتلاقيه بيقول لك بمنتهى السهولة بالمتر، كأن الأمور إيه؟ كأن الأمور عادية، هي وصلت لنا بقت عادية، لكن ده وراها مجهود كبير من
كثير من العلماء، وعشان خاطر مثلا يحددوا المترو بدقة، عشان خاطر المسافات دي ممكن تفرق في حاجات كتيرة. انا ممكن اجيب مكنة واجي احط في قلبها الترس ما يركبش، او العمود بتاعها ما يركبش. لازم تبقى قياساتها دقيقة جدا 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 جدا. حتى الزمن بتاعي انت بتقيسه بالايه؟ بالثانية، دي وحدة قياس الزمن، ولازم تبقى دقيقة جدا. لأن ما ينفعش، أنا ممكن أقول لواحد صاحبي أنا جاي لك، أنا في الطريق أهو، وأنا قدام مني 10 ساعات على بال ما أوصل له. الأمر بيختلف لو أنا بتكلم على مركبة فضاء مثلا باعتها وحاطط أكسجين يكفيهم لغاية 10 ساعات مثلا. يعني ما ينفعش أقول إنهم هيرجعوا لي بعد 10 ساعات و5 دقايق، لأن خلال ال5 دقايق دول ما فيش أكسجين. يبقى إذا في وحدات محتاجة قياس دقيق جدا جدا جدا، وفي وحدات احنا بقينا نستعملها من السهولة، مش متخيلين ان ده علم، ان ده فيزياء. انا متعود اروح اجيب كيلو لبن، ما فكرتش يعني ايه كيلو، ما فكرتش يعني في علماء قعدوا يقيسوا الكيلو ده قد ايه. ما بروح اجيب حاجة بقص قماش بالامتار، عمري ما فكرت ان العلماء قعدوا يقولوا ان المتر ده عبارة عن ان انا لو خدت المسافة من القطب الشمالي لخط الاستواء، وخدت على خط الطول المرمي مدينة باريس، وقسمت هذا الطول الى 10 مليون جزء، كل جزء منهم يبقى المتر. الكلام دوت مجهود لعلماء وصلنا للي انت بتتعامل معاه دلوقتي. تعالوا نشوف بقى مع بعضينا حالات المادة. من واحنا اطفال في ابتدائي كنا بندرس ان حالات المادة صلبة وسائلة وغازية. تعالوا بقى نشوف مع بعضينا الفيديو ده، حالات المادة صلبة وسائلة وغازية. المادة الصلبة مثلا زي الحديد، السائلة زي الماء، والغازية زي اي غاز محتوي في اناء. ليه حضرتك ما تقدرش تكسر الحديد بيدك؟ ليه مثلا ما تقدرش تقوم على ترابيزه السفره وتجمد عليها كده فتقطمها نصين؟ دي جزيئات الماده من جوه. احنا قلنا ان الفيزياء بتهتم بالماده، والدراسات اوضحت ان اي ماده تتكون من مجموعه من جزيئات. جزيئات الماده الصلبه في حاله حركه مستمره، وفي بينها مسافات بينيه، هذه المسافات صغيره، في بينهم قوه تجاذب عاليه جدا، وده اللي بيفسر ان الماده اللي انت شايفها من بره شكل، هي اصلا من جوه مجموعه من الجزيئات المتراصه جنب بعضيها. قوه التجاذب قويه جدا بين الجزيئات، والمسافات البينيه بينها صغيره. المسافه البينيه الفراغ اللي هو بين الجزيئين، قوه التماسك اللي هي قوه الجذب اللي بتجذب الجزيئات مع بعضها. يبقى الحاله الصلبه، وعرفت انا ليه ما اقدرش اكسر الترابيزه. طيب بالنسبه للميه او لاي سائل، ممكن يكون عندي ازازه او دوره واقدر بسهوله ان انا افصلها. تعالوا نبص كده، جزيئات الصلبه، الماده الصلبه جزيئات بتتحرك حركه في مسافات بينيه بينهم كبيره نوعا ما، قوه التجاذب بينهم برضو اقل من الحاله الصلبه، وبالتالي انا سهل جدا يكون عندي دورق ميه او ازازه ميه وافصل جزء منه في كوبايه بمنتهى السهوله، لان قوه التجاذب بينهم قليلة. الحالة الغازية بقى حدث ولا حرج، المسافات البينية بينهم مسافات كبيرة جدا، هذه المسافات بتخلي الجزيئات تبعد بعيد عن بعض، لو حد حط برفان في اوضه تلاقي نفسك انت شميته في الاوضه الثانيه، لان البرفان ده سائل مضغوط، اول ما بيطلع بيتحول للحاله الغازيه ومنه بيبدا ينتشر في مسافات بعيده، لان المسافات البينيه بينهم مسافات كبيره جدا. يبقى الفيزياء قالت لي ان الماده في حاله حركه مستمره، المسافات اللي بينيه بين الجزيئات، وفي قوه التجاذب بين جزيئات الماده. طيب لو حضرتك حبيت تزق دولاب كده هتلاقي فيه صعوبة ان الدولاب يتحرك من مكانه، وشجيع السيما بقى والأسرة كلها تتجمع عشان تزقه. ده برضو نفس فكرة القصور الذاتي. والفيزياء بتقول لك ان كل ما الجسم اللي قدام منك ده كان تقيل، كان كتلته كبيرة، مش هتقدر تحركه او مش هتقدر تغير حالته. الدولاب عايز يفضل يحتفظ بحالته من حالة السكون، ولكن حضرتك بتبدأ تبذل جهد عشان خاطر تغير من حالته، وده قلنا اسمه القصور الذاتي. حضرتك لو حركت كرسي هتلاقي الدنيا اسهل. ليه؟ لان الكرسي ده عبارة عن انه كتلة اقل منها. التلاجة الكهربية، كلنا في البيت عندنا تلاجة. عمرك فكرت التلاجة بتتحرك بتشتغل ازاي؟ ماما لما التلاجة تبوظ بيجي لها بتاع الصيانة ويقول لها انت اجهدتي التلاجة يا مدام، لازم يبقى فيها تهوية. احنا بنحط الاطعمة ساخنة داخل التلاجة، بتنتقل الحرارة الى الجزء الاعلى اللي هو الفريزر او المجمد، وتبدأ
جوه التلاجة فيه ما يسمى سائل الفريون. هذا السائل موجود، المضخة بتبدأ تضخ السائل دوت في الأنابيب نتيجة عملية الضخ وعملية الضغط على هذا السائل. درجة الحرارة بتاعته بترتفع جدا، بيطلع السائل داخل المكثف، والمكثف ده عبارة عن أنابيب موجودة في الثلاجة الكهربية في الثلاجات القديمة. واضحة جدا الشبكة اللي ورا الثلاجة، هم في الثلاجات الحديثة غطوها، لكن حضرتك هتلاقيها موجودة كمان في الجناب. بيتصاعد سائل الفريون الساخن داخل أنابيب المكثف، وبيبقى في عندي حاجة اسمها الزعانف النحاسية، حديد كده عشان خالص أخلص الحرارة ويفقدها إلى الهواء الجوي. عند نهاية المكثف بيفقد هذا السائل الحرارة، هذا الغاز غاز الفريون، الحرارة اللي فيه بيتحول إلى سائل بيتم ضخه داخل أنابيب بتمر إلى داخل الثلاجة. هذه الأنابيب بتمتص كل الحرارة اللي متصاعدة من الأطعمة، وبتبدأ الأطعمة عندي يحصل لها عملية تبريد، والحرارة بتنتقل مرة أخرى إلى الفريون اللي موجود داخل الأنابيب، واللي بيبدأ بعد كده المضخة تبدأ تسحبه مرة تانية وتعود هذه الدورة مرة أخرى، وبيتفقد الثلاجة السخونة بتاعتها عن طريق الزعانف النحاسية وعن طريق أنابيب المكثف اللي موجودة في خلف الثلاجة، وبتفقدها للهواء الجوي. وده اللي لو انت وقفت جنب الثلاجة هتلاقي الثلاجة طالع منها حرارة برغم ان هي أداة للتجميد. إذا كمان حضرتك وانت داخل التلاجة كده على ايدك اليمين وانت داخل هتلاقي فيه ترس صغير، في التلاجات الحديثة برضو اصبح هذا الترس في مواجهة التلاجة، اسمه الثيرموستات، وده بيستخدم للتحكم في درجة التبريد داخل التلاجة. تلاقي ماما في الصيف بتزود درجة التبريد، تقول لك الازايز ما بتلحقش تسقع لان الثلاجة شغالة وعمالة تاخد من السخونية اللي موجودة وتحاول تفقدها للهواء الجوي، بينما الهواء الجوي بيكون عالي جدا أو درجة الحرارة بتاعته عالية جدا، وده بيأثر معايا. طيب تعالوا نشوف في الثلاجات الحديثة كده ايه اللي حصل. شايفين كده الزعانف موجودة فين؟ ده الموتور، وهتلاقي المضخة بتبقى أعلى الموتور في أسفل الثلاجة من الخلف، دي اللي بتعمل عملية الضخ، وبتبدأ سائل الفريون اللي هو باللون الأحمر ده بيكون في جوانب التلاجة. حضرتك لو عندك تلاجة حديثة وحطيت ايدك على الجنب هتلاقيها سخنة، لان تحت الغطاء او الكفر بتاع التلاجة اللي بره هتلاقي هم عاملين مواسير في الجناب كده، الحرارة بتاعتها بتفقد الى الهواء الجوي، وده كمان بيسبب ان درجة حرارة المطبخ بتبقى في الصيف عالية جدا. لو التلاجة دي ملاصق ليها دولاب او مفيش عملية تهوية، تبص تلاقي التلاجة مش عارفة تتخلص من الحرارة بتاعتها، وده بيخلي الموتور يبدأ يشتغل والمضخة تبدأ تشتغل، ان عايزة تخرج الحرارة بس مش عارفة تخرجها فين، وده بيجهد التلاجة وقد يسبب في فساد او تلف للتلاجة. وبتبدأ التيارات الباردة داخل التلاجة لسحب الحرارة. فيزياء ولا مش فيزياء؟ فيزياء. نقدر نعيش دلوقتي كده من غير التلاجة؟ ادي اهو راح للمضخة، المضخة بتبدأ تطلعه في الجناب، الجناب بتبدأ تفقدها إلى الهواء الجوي، ويعود السائل مرة أخرى بارد ليدور نفس الدايرة مرة أخرى. بعض العلماء كده قالوا إن الأجسام اللي تحاول تحتفظ بحالتها، طب أنت لو شطت كورة كده هتفضل الكورة دي تجري إلى ما لا نهاية، ولا هتجري شوية وتفقد سرعتها وبعد كده تقف؟ العالم جاليليو كان بيقول ان الاجسام هتستمر في الحركه، ونيوتن جه قال برضه هتستمر في الحركه الى ما لا نهايه، ولكن الطبيعه بتقول غير كده. الفكره ان الكره هنا تعرضت لاحتكاك نتيجه احتكاكها بالارض، والاحتكاك بالارض ده بيقلل من الطاقه الحراريه. التجارب العلميه دي احنا هنتناولها كده في اخر الحلقه، نقول لكم كام تجربه علميه بسيطه نعملها، ونرجع للفيزياء يا جماعه، الفيزياء وكيفيه نشاه الكون. انت سمعت عن المكان اللي بيروحوا فيه ما بيرجعوش؟ مكان على الكره الارضيه ظهرت عليه اساطير كتيره جدا، وتناولته السينما العالميه والسينما المصريه في افلام. عندي مثلث اسمه مثلث برمودا، هذا المثلث الغامض. المثلث ده مش مجرد مثلث كده صغير، لا، دي منطقه مائيه على شكل مثلث متساوي الاضلاع. هذه المنطقه
ما بين 1.5 مليون كيلو متر و2 مليون، آخر دراسة قالت إنها 1.3 مليون. المهم إن هذه المنطقة يعني تقريبا قد جمهورية مصر العربية مرة ونص أو مرتين. هذه المنطقة في المحيط الأطلنطي اللي بيدخل جواها ما بيطلعش، واللي بيدخل يدور عليه ما بيطلعش، واللي بيدخل ينقذ الاثنين ما بيطلعش. ظاهرة غريبة جدا بدأت الأساطير تتكلم عليها وتقول ده سكة اللي يروح وما يرجعش. في الحرب العالمية الأولى دخلت 19 طيارة جواها، فجأة الطيارات دي اختفت من على الرادار وملهاش أي أثر، ولا حطام ولا أي حاجة، ولا يعرفوا حاجة عن الأطقم اللي كانت موجودة جوا الطيارة. في الحرب العالمية الثانية 4 طائرات أمريكية دخلت جواها ولم يستدل عليها، وفجأة اختفت من على الرادار. طلعت طيارات تانية استطلاعية عشان يدوروا على الطيارات بتاعتهم، أول طيارة وصلت للمنطقة دي راحت وما رجعتش. إيه ده؟ إزاي؟ ناس كتيرة قالت يجي ده عرش الشيطان. يا عم شيطان إيه وعرش إيه والكلام ده؟ لازم يكون في سبب علمي للموضوع. بدأوا العلماء يشوفوا إيه تفسير الظاهرة دي. وجدوا حاجتين. الحاجة الأولانية إن قاع المحيط ده في مجموعة من التضاريس غريبة جدا، هذه التضاريس بتسبب وجود أمواج تحت سطح البحر. هذه الأمواج عنيفة جدا جدا جدا، ولكن أنت مش شايفها من فوق. اضطراب في المية بيخلي أكبر سفينة تعدي ممكن إن هي بسهولة بتختفي أو بتغرق. كمان العلماء من الدراسات هتقول لي راحوا لغايه هناك، لا هي طبعا لما طلعنا القمر وصور بالاقمار الصناعيه ويشوفوا ويرصدوا الحركه، قال لك ان في هنا كهف او جب او ثقب بيخرج منه غاز الميثان. غاز الميثان ده بيخلي الميه خفيفه جدا، فالكثافه بتاعت الميه لما بتبقى خفيفه بيبقى اي سفينه ممكن تغرق. طب والطيارات؟ قال لك ان المنطقة دي ممكن تصل فيها الأمواج اللي هي تحت السطح دي فجأة ترتفع إلى مسافة 12 متر وتجيب لك أكبر طيارة من فوق. لغاية الآن الناس تناولت هذا المعلومة وسكة اللي يروح ما يرجعش، ويمكن بعض الدول لا تضعها على الخريطة ولا في مساراتها نهائي، لأن الأمر كان بالنسبة لهم ظاهرة غريبة. والفيزياء اللي بتفسر لي بعض الظواهر الطبيعية اللي بتحصل حواليا. طيب كمان الفيزياء غير المثلث برمودا واللي يروح ما يرجعش بتفسر حاجات ماما بتعملها في البيت. ماما بتعمل ايه؟ بتحط زهرة على الغسيل الابيض. هو ده فيزياء؟ اه فيزياء. ازاي؟ اتضح انه علم كبير جدا، علم الالوان المتتمة. في حاجة اسمها الوان ضوئية، وفي حاجة اسمها الوان الجواش او الالوان المائية او الالوان في المصدر اللي احنا بنستخدمها. يعني انا لما اقول لحضرتك في الالوان الضوئيه من خواصها ان انا لو حطيت ضوء ازرق مع ضوء اصفر الاثنين هيديني ابيض. تعالى في الباليتا وحط ازرق على 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 اصفر هيديني اخضر. لكن الالوان الضوئيه مختلفه. بدليل حاجه، حضرتك تعرف ان النور الابيض اللي منور حواليك ده عباره عن 7 الوان مختلطين مع بعض. لو انت جبت ال7 الوان دول وحطيتهم في الباليتا هيديك اسود. لكن الضوء لما حللوه وجدوا ان هو متركب من 7 الوان بسميها الوان الطيف، ودي اللي بتظهر في السماء اللي احنا بنطلق عليها اسم قوس قزح في السماء بعد المطر. لان قطرات الميه اللي بتبقى عالقه في الجو بتبقى شامم ريحه المطره كده، القطرات اللي بتبقى عالقه دي بتعمل عمل منشور ثلاثي وبتبدا تكسر اشعه الاشعه اللي داخله، وعمليه الانكسار ده كل لون ليه خط انكسار لوحده فبيظهر الالوان. ولو كنت في سماء مفتوحه في منطقه فيها سماء مفتوحه يعني ما فيهاش مباني هتجد ان هذا القوس القزح ده موجود في السماء وليه ترتيب ما بيتغيرش، احمر اخضر اصفر ازرق، الترتيب بتاعهم ما بيتغيرش، احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق ونيلي وبنفسجي بنفس الترتيب، مفيش واحد فيهم بيسبق التاني. طب تفسيرنا لرؤيه الالوان ازاي؟ حضرتك مثلا بتقول انا عايز تيشيرت احمر، ليه شايفه احمر؟ ليه غيرك ما شافوش اسود؟ ليه التاني ما شافوش اخضر؟ لا، تفسير رؤيه الالوان الفيزياء فسرتها لنا وقالت ان اي صباغه بيصبغ بيها الاقمشه او اي حاجه حواليك
لما بيسقط عليها الضوء بالسبع الوانه بتمتص كل الالوان ما عدا اللون الصبغه دي بتردها، فسيادتك اول ما بتبص عليها ايه الضوء اللي مسحوق اللي راجع ليك؟ هو الضوء الاحمر، مش هتشوف الالوان كلها لانها دخلت. طب ايه تفسيرنا للتيشيرت الابيض؟ التيشيرت الابيض سحب السبع الوان، ما عكس لكش ولا لون، حضرتك شفت السبع سوري عكس لك السبع الوان، السبع الوان كلهم جم على عينيك مره واحده، السبع الوان لما يجوا على عينيك مره واحده انت هتشوفهم ضوء ابيض. طب والاسود؟ نفس العمليه، بس الاسود هنا هيمتص كل الالوان ومش هيظهر لك ولا لون، علشان كده انت هتشوفه باللون او بالشكل الغامق بتاعه. طيب في اول حلقه كده اتكلمنا على القاره اللي 6 شهور نهار وست شهور ليل. ازاي وجد الدراسات ان انا ممكن افضل لمده 6 شهور الشمس طالعه والنور طالع وخلاص، والست شهور الليل مستمر؟ طب فسرتيها ازاي يا فيزياء؟ ببساطه شديده جدا، وجدوا ان الكره الارضيه بتميل على محورها ميل صغير كده، الميل ده بيخلي الارض مهما لفت خلال 24 ساعه هذه القاره مواجهه للشمس لمده 6 شهور، وبعدين لما تبدا الميل يبدا مع الميل تبدا تتحرك فتواجه هذه القاره الجهه العكسيه للشمس لمده 6 شهور اخرى فما تشوفش الشمس. ما هو ده فيزياء. طيب هنتكلم على حاجه بسيطه يمكن العديد مننا، وهي تجربه مؤلمه اكيد بالطبع، لو حضرتك رحت لدكتور اسنان وحب يعمل اشعه على ضرسك، هياخد سيادتك ويجيب لك فيلم صغير كده اللي هو الشريحه اللي تبقى لونها اسود كده، ويقول لك حطها في ضرسك ويحط الجهاز وبعد كده يخرج بره الاوضه ويقفل. الدكتور عمل معاك كده ليه؟ الدكتور مش عايز يتعرض للاشعه، ودي اسمها الاشعه بتاعت اشعه اكس دي اللي بتخترق الجلد بتاعك وبتيجي عند العظام كثافتها اكبر شويه، بتبدا ليها تاثير فلورسي على قطعه الفيلم او المايكروفيلم الفيلم اللي انت هتصور عليه دوت، فيبدا يظهر الضرس ده من جوه مسوس اخبار العصب ايه. طب الدكتور خرج بره ليه؟ اصل العلم الحديث كان فرحان جدا بانه اكتشف الاشعه السينيه، والاشعه دي كانت بالصدفه احد العلماء رنجتن كان بيعمل تجربه وبالصدفه حط ايده ورا الورقه وسقطت عليها الاشعه فلقى شاف العظم بتاع ايده، فقال لك ده حاجه جميله واختراع جميل، وكانت الحرب العالميه شغاله فبقوا يكشفوا على القصور، اصل مش معقوله رجلي اجي بتوجعني وعايز اشوف العظم سليم ولا لا، افتح وبعدين اشوف العظم سليم اقول لا ده خلاص سليمه واسيبها؟ لا ما ينفعش، احنا بنرجع زي ما هي بنبدا نشوف التركيب بتاع العظمه من جوه، لو حدث فيها شرخ او كسر يبقى دي تستوجب الجبس، لو لا يبقى خلاص انت حضرتك مش هتتعرض لعمليه لاي عمليه. طيب وجدوا ان لما استعملوها المريض بيتعرض لفتره صغيره وكميه قليله منها ما بتسببش اي اضرار، لكن الطبيب اللي شغال دكتور الاسنان اللي بيكشف على 50 حالة في اليوم لو وقف جنب كل واحد لمده دقيقه جسمه هيخزن كميه كبيره جدا من اشعه اكس، ودي ليها اضرار كبيره جدا، والدكتور ده لازم كل فتره كمان نطمن عليه ونحطه في اجهزه عشان يقيس جسمه، ولو كانت بقى دكتوره وحامل يبقى دي تبعد خالص عن جهاز الاشعه، لان الاشعه دي وجد ان هي بتسبب تشوهات للاجنه داخل الرحم. اذا انا ممكن العلم يكتشف لي حاجه بعد كده بيشوف اضرارها ويبدا يعالجها. المدريات الليزر، انا ممكن ادوس كده الاقي طالع عندي ضوء، والضوء ده موجود لمسافات طويلة جدا وعلى الحيطة، ويبدأ أبدأ أحركه نفس القوة وبدايرة ونفس الدايرة ونفس القطر بتاعها وبقوة، لكن لو أنا ولعت الموبايل كشاف الموبايل مثلا يا دوبك هو هيضيء قدام مني حتة صغيرة، ويمكن بعد فترة هلاقي الضوء بتاعه باهت واستحالة يكون بقوة الليزر. بدأنا ندرس الليزر، هل أنا هعمل بيه ميداليات؟ لا، الليزر احنا درسناه وقلنا ان ممكن بقى نعمل بيه اشياء كبيره جدا. طيب زي ايه؟ زي مثلا ان انا اكون بقى اعمل تدمير للغواصات للطيارات
لي احرق على الليزر على السي ديهات، استخدمه في الكثير من الاشياء. هتكلم برضو على حاجة صغيرة كده قبل ما نبدأ نشوف التجربة العلمية البسيطة بتاعتنا، برضو تفسير بسيط. كانت أحد الاستعراضات في التلفزيون، خرجت المؤدية أو البطلة بتاعت كانت الفوازير، وكل ما بتخطي خطوة لون فستانها بيتغير. احنا أطفال بقى، إيه ده عاملة 5 6 فساتين بنفس اللون؟ لا، فاكرين فكرة الألوان المتتمة اللي احنا كنا بنقول عليها، اللي كانت بتدي اللون الأبيض، اللي قلت ماما بتحط الزهرة على الغسيل الأصفر عشان يبيض، واللي قلت إن أنا لو حطيت ال7 ألوان مع بعضهم هيديك الضوء الأبيض. نفس الفكرة، في ألوان لما بحطها على بعض بيديني لون تالت. زي إيه؟ زي إن أنا لو حطيت الفستان بتاعها أخضر ضافوا عليها ضوء أحمر فظهر الفستان باللون الأصفر. إذا الفستان نفسه واحد، لكن الإضاءة غيرت اللون بتاعي. طيب وهي الفستان اهو اصفر يعني اخضر على احمر، رحت مدخل معاه لون ازرق، الفستان بقى ابيض. يبقى انا برضو كده استعملت الفيزياء اللي فسرت لي الظاهره. مش ممكن تكون فصلت 5 6 فساتين ونفس الفستان بالالوان دي؟ تعالوا مع بعضينا نشوف التجارب العلميه البسيطه اللي ممكن اديها في البيت. دي الشوكه، دي خله السنين، بحطها كده. بصوا ده اسمه اتزان القوه. شفتوا سن الخلة بتاعت السنان قد ايه شايل وبتتحرك. طيب سمعت انت عن البيض اللي البياض بتاعه جوه والصفار بره؟ بتجربة فيزيقية بسيطة جدا، انا هحط شريط يعني لاصق عشان بس احافظ على البيضة بتاعتي ما تتكسرش مني، هدخلها داخل شراب، وبرضه هحكم الرابطه بتاعها عشان خاطر ما تفلتش، وهبدا. بصوا العمليه دي بسميها عمليه الطرد المركزي، بفضل الفها كده، وبعدين بقوم بعمليه السلق بتاعها. هسلقها عادي، بعد ما هسلقها لو انا فتحتها كده هلاقي البياض بره والصفار. انا مش بعمل تجربه فيزيقيه عشان اغير الصفار والبياض، لكن عمليه الطرد المركزي تستخدم في كثير من صناعه اللقاحات وبلازما الدم. البرتقال، لو انا جبت برتقانه بقشرتها وحطيتها في اناء فيه سائل زي الميه هلاقيها تطفو، زي فكره اللايف جاكيت اللي انت بتلبسه في حمام السباحه، في فقاعات هواء بين قشره البرتقانه وبين البرتقانه سببت طفو البرتقانه. طب لو قشرتها؟ لا، البرتقانه هتنزل تحت خالص في القاع، ما لان مفيش عندي الفقاعات اللي كانت شايلاها. قطعة من الصلصال هحط عليها الشيش، عصاية شيش، ودي قطعة من الورق الحلزوني. عندي هنا شمعة، هبدأ أعمل لها عملية إشعال. الهواء الملاصق ليها هيبدأ يتمدد، الهواء هيبدأ يلف القطعة بصورة لوحدها كده من غير ما يجي زي الايه، زي المروحه. يعني الفيزياء ممكن استخدمها في حياتي، في كوبايه الشاي اللي بشربها، في صعودي في نزولي. من يبقى فاضل عندي عمود الكهرباء اللي موجود في الشارع اللي بيبقى في النهار شغال وبيبقى مش شغال، ويجي بالليل يقيد، هم مش عاملين موظف، هذا الموظف بيخلي يطفي النور ويفتحه كل يوم. لا، في حاجه اسمها الخليه الضوئيه، لما الضوء يشتغل تبدا تسحب سكينه الكهرباء او الجزء اللي تفتح الدايره الكهربائيه للعمود، ويبدا الدايره النور يتفصل. بعد كده الدايره بتاعتي ديت لما بيجي عليها الليل بتبدا ما يبقاش عليها ضوء، ترجع الدايره الكهربائيه بتاع العمود، فالعمود يضاء اوتوماتيك. الحكومه مش بتوظف على كل عمود نور موظف عشان يفتح النور بالليل ويطفيه الصبح، اوتوماتيك الاقي كل اعمده الكهرباء بتتحرك باستخدام جهاز صغير جدا اسمه الخليه الكهروضوئيه. الفيزياء عالم رائع، واذا قريت عنه هتلاقيه جميل جدا. مش هيكفي معانا حلقه ولا 2 ولا 3، الكثير 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 من المواضيع والظواهر اللي بتحصل حوالينا، واللي نقدر من خلالها قدرنا من خلال الفيزياء ان احنا نعرف تفسيرها. الاختراعات الحديثه اللي ما كانش الانسان متوقع في يوم من الايام ان هو
يوصل لها. لو جبت واحد مثلا من القرن 19 وقلت له انا هسافر بالطياره وساعتين هبقى في بلد تانية كان هو بيستغرق فيها شهور، هيقول عليك انك انت اوت اوف مايند، انت شخص مجنون. استحاله. لو قلت لحد ان احنا كنا هنطلع القمر، ولو قلت لك ان اقدام رائد الفضاء نيل ارمسترونج لسه موجوده لغايه الان، بصمته على الارض ومش هتتمحي ابدا. ليه؟ لان القمر ما فيهوش هواء، وبالتالي هتفضل الاقدام زي ما هي بنفس التربه المضغوطه، مفيش عندي اي حاجه ممكن تغيرها. هذا المجال وهذا العلم من الحاجات الشيقه جدا. اقرا عنه. لو لقيت ظاهره قدام منك فكر فيها، فكر ايه السبب. يمكن تطلع لنا وتبقى عالم وتكتشف حاجة. الأمر عادي. المروحة سيادتك كل ما تشتغل حواليك افتكر ان دي رخرة فيزياء في الجو الحار بتاعنا دوت، وانها جهاز بيحول لي الطاقة الكهربية لطاقة حركية، والحركة بتاعت الهواء او التكييف بنستمتع بيها. ده نتاج او للعديد والعديد والعديد من العلماء اللي حطولنا افكار جميلة. الفيزياء من هو انا اعشق الفيزياء بوجه عام، لكن فعلا لما بتقرا عنها كتير بتحس ان لا، الدنيا فيها حاجات كتيره قوي ماشيه بالفيزياء، ماشيه بمجهود علماء. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الكون من حوالينا في العديد من الظواهر اللي كل شويه بتفاجئنا، سواء كانت زلازل، اعاصير. بيجي يقول لك انا مثلا في موجه حر هتجي لك كمان اسبوع. التوقعات دي جت منين؟ نتيجه انهم درسوا ان في حاجه اسمها ضغط جوي، والضغط هنا منخفض وهنا مرتفع، الهواء بيمشي من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض، يبقى هما مش بينجموا. لكن الفيزياء فعلا يمكنها التنبؤ بالكثير من المستقبل. لما بيقول لك مثلا انا داخل شهر 7 و8، اوتوماتيك انت بتقول ان درجه الحراره هتبقى عاليه ومرتفعه. ليه؟ نتيجه انك انت مريت بالشهور دي قبل كده. بس درجات الحراره دلوقتي بدات تزداد عن ما كنا زمان. كنا بنقول جو مصر كان شيء جاف حر صيفا دفيء ممطر شتاء. للاسف وقتنا خلص، لكن علم الفيزياء ما خلص. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من برنامجنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.